الا كنت اس 1 اس في تي او اس في اي و اس تي او وكنتي بغيتي تفاليدي لي موديول ديالك فهاد الفيديو كيهمك. كنصحك انك تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، فيه معلومات اللي مهمه بزاف. جوج دقائق ما داش ما جابش، ولكن غتقدر تغير لك 15 عام ديال القرايه. دونك بالنسبه لهذا العرض، هذا العرض كنخدموا معكم فيه على شكل دي فيديو. علاش كنخدموا على شكل دي فيديو ماشي دي لايف؟ لي لايف خاصك تبقى اسيستي في واحد الوقت معين، يقدر داك الوقت اللي نخدموا فيه حنايا لي لايف ما يكونش مناسبك نتوما. دونك لي فيديو حسن، يعني وقت ما كانت عندك الكانه ديال البريباراسيون، وقت ما كنتي مسالي، وقت ما بغيتي تبريباري، كتدخل لي جروب كتلقى لي فيديو ديجا موجودين في لي جروب، كتتبع معاهم وكتستافد وكتفهم داكشي من الاول حتى الاخر. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم العرض الجديد اللي درنا. هذا العرض اللي درناه باش كلشي انه يفاليدي، ما يمكنش انك ما تفاليديش الا دخلتي معنا في هذا العرض ان شاء الله. شنو غادي نشوفوا معكم في هذا العرض؟ ولا بعدا نهضروا على القيمه ديال هذا العرض. هذا العرض فيه واحد الباك، هذا الباك القيمه تاعو 600 درهم. نورمالمون كانت القيمه تاعو 900 درهم، درنا ليه تخفيض بنسبه 40% تقريبا. اول موديل غادي نشوفوه هو لا بيولوجي سيلولير. لا بيولوجي سيلولير هي لا جيولوجي، كنا كنخدموها غير فابور، حتى دابا كنخدموها غير فابور. شنو خدمنا معكم فيها؟ خدمنا معكم فيها داكشي اللي اسونسييل، داكشي اللي غادي تحتاجوه باش انكم تفاليديو هاد لي موديل. هاد لي موديل ساهلين بزاف، ولكن المشكل ديالهم هو طويل. دونك هاد المشكل ما بقاش معنا، سالينا مع جوج ديال لي موديل، غادي ندوزو نشوفو لي زوطخ موديل. بالنسبه للي مات، لي مات خدمنا معكم فيهم لي فونكسيون، لي سويتش، لانتيغرال، سيستيم لينيير، ولي ماتريس. كل شابيت خدمناها على حق وطريقه، كل شابيت خدمناها بالعربيه والفرنسيه، وخدمنا معكم فيهم ايضا دي تي دي، دي زيكزامبل ودي زيكزيرسيس. وخدمنا عطيناكم دي زيكزامات تخدموهم نتوما بوحدكم وتصيفطوهم لينا باش نصححوهم لكم ونقولوا لكم شحال جبتوا باش تعرفوا هكا المستوى تاعكم. فنواصل ندوزو دابا نشوفوا الهيستولوجي اومبريولوجي. هاد الهيستولوجي اومبريولوجي هما جوج ديال لي موديل اللي صراحه قاصحين بزاف وصعاب، والاغلبيه ما كيفاليدوهمش. باش نكون معكم صريح، صح بالدارجه بالفرنسيه باش هكا تفهموا اكثر. خدمنا معكم فيهم دي زيكزام، عطيناكم فيهم دي غوزومي اللي مهمين بزاف واللي غيفيدوكم بزاف، وبطبيعه الحال شرحنا لكم على شكل دي فيديو باش هكا تفهموا اكثر. واخر موديل اللي هو الفيزيك، هاد الموديل ديال الفيزيك خدمنا معكم فيه لا تيرموديناميك نيوكليير واللي كيتسمى لا راديو اكتيفيتي، وخدمنا معكم فيه لوبتيك جيومتري. كل شابيت خدمنا فيها دي زيكزيرسي، خدمنا فيها دي زيكزام، خدمنا فيها دي تي دي، وبيان سور كنعطيكم دي زيكزام التجريبيين باش هكا تخدموهم نتوما بوحدكم وتعرفوا النيفو ديالكم فين واصل.